عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نشوف مصطفى معزوزي يقلب البلاتو على الخيانة من الداخل، ومنير بن قاسي يهدئ الأمور. يا ريت الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك، وتعالوا نسمع. كانوا يكسروا ما يخلوش، كانت كاينه خيانه،
انا متداخلي ما تخلينيش الواحد يصعد في الكعبه. لكن قال لهم اليوم انا كجزائري يعني حر نوقف مع والد صادي وما نكسرش كيما هادوك. سمعتوا واش قال؟ هذا واش قال مصطفى معزوزي. اسمعوا مراد وردي بعدها منير بن قاسم. طبعا انا بشكر عبده على هذا الفيديو الاخ عبده الفاضل. وهي بدنا نكمل كان هدا الامور بتسريعه ايضا. في الكاف